يعني مثل ما شفنا معاكم، إذا هذا الطقس مؤثر على العالم بشكل أجمع، راح نعرف أكثر عن هذه الموجات الباردة اللي قاعد تمر فيها الكويت والعالم بشكل عام. مع ضيفنا في الاستوديو أكيد معنا خبير الأرصاد الجوية أستاذ عيسى رمضان. أهلا وسهلا فيك دائما في برنامج العالم. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. لاحظتي يعني اهتمام العالم بتغير المناخ؟ فعلا التغيرات المناخية شيء مؤكد الآن في الفترة الأخيرة، خاصة التطرف في الطقس. هذه الموجة اللي جتنا هي من أقوى الموجات اللي سجلت حسب التاريخ المناخي لدولة الكويت من 1958 فبراير، أن توصل فيها الحرارة إلى 4 تحت الصفر في المناطق البرية و3 تحت الصفر ودرجة تحت الصفر. هذه الموجة يعني لما تجي مثل هالموجات يعني تشير ان في دلائل، مثل ما كنا نتكلم الفتره الماضيه، ان قد ينزل عندنا كذلك ثلوج وجليد مثل ما حصل على بغداد في كذلك مدينه كربلاء وكذلك المناطق في السعوديه. كثير مناطق اللي كانت مثل الجوف وكذلك حتى اطراف رفحه، هذه المناطق كلها تبوك شيء طبيعي جدا انت يعني تكون فيها الثلوج، ولكن تكرار هذه الثلوج اللي انا شفت يعني من الخريطه الطقس كذلك في طبقات الجو العليا، أن تينا كتلة سايبيرية في مثل هذه الفترة اللي مفروض تكون تأتينا في نهاية شهر ديسمبر وبداية شهر مثلا يناير. فالدرجات الحرارة المسجلة اللي كانت خلال شهر يناير، ما نقول إنه والله هي نفسها في شهر فبراير، هيك شهر فبراير هذه هي الأدنى المسجلة في الكويت والمناطق كذلك المجاورة بالنسبة لانخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي. وهذا اللي نتكلم إحنا، أن هذه راح تكون أبرد فترة تمر علينا، يعني من بعدها راح يبدي الطقس تدريجيا يبدأ خلاص الدفة، يعني حتى من باكر الدف راح نحس فيه، راح تكون درجات الحرارة فوق الصفر المئوي في البر. يعني راح يكون برد بس راح يكون برد لكن أدفأ إذا نقارنها بالأيام اللي طافت اللي فعلا كان في صقيع وكذا. في باكر ما كان راح يبدأ الصقيع، درجة الحرارة تكون أعلى نسبيا. والأدفأ يوم السبت الأسبوع القادم يعني راح يكون دفة وغيم وسحب في أمطار كذلك إن شاء الله ما بين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. فشيء طبيعي أن أنا بحثت في يعني الخرائط وبالمعلومات المناخية لاحظنا فعلا هذه الموجة غريبة أن تأتينا رأسية من القطب إلى عبر سايبيريا وروسيا وإلى البلقان وكذلك بشكل مندفع. يعني قاعدين نحس قوتها يعني رأسية شيء جتنا من الشمال إلى الجنوب، تبين أن في تيارات نفاثة خذتها، وهي غريبة في مثل هذه يعني شهر فبراير. قربنا على منتصف شهر فبراير أن تأتي هذه الموجة، توصل كانت أوروبا نعم، توصل على روسيا، توصل على المناطق هذه، بس أن تجتاز المنطقة إلى جنوب الجزيرة العربية، توصل إلى جنوب يعني خلينا نقول إلى حتى سلطنة عمان، يحسون الفرق الكبير بالحرارة، كذلك الإمارات والإخواننا في قطر وكذلك إخواننا في البحرين، في السعودية أكيد 100% هذه المناطق بالانخفاض الملحوظ. فهل تغير المناخ هذا، تغير الموجات اللي قاعد تأتينا، يعني تشير دلائل أن تغيرات واضحة يجب أن نستعد لمثل هذه الموجات الغير يعني متوقعة في فترات غير متوقعة من السنة. يعني حتى موجات الحر مثلا بالصيف ارتفاع أكبر، موجات مثل هذه في فترات أن الإنسان خلاص قالنا انتهت. وهذه الفترات اللي كانت تأتي بالأول يعني نقارنها في فترات بياع الخبل عباتة في شهر 3، هي موجة بسيطة بس لأن الناس كانوا بسطاء، بيوت يعني مو مثل الحين طين انزين أو في خيام، كانوا يحسون في حتى برد لو درجة الحرارة مو هذه يعني أدفى من شيء بكثير. صح راح يحسون. بس لما تجي موجة مثل هذه أكيد يعني راح تأثر على المحاصيل الزراعية، راح تأثر كانت في تلك الفترة اللي الواحد كان يقول أوخ بدأ الربيع وخل نطلع ونطلع حلالنا برا وكذا. مثل ما أنا. هذا أنت حضرتك تفضلت وتكلمت عن بعض الدول الأخرى أيضا، يعني العالم كله قاعد يشهد مثل هذه التغييرات اللي تفضلت فيها، وذكرت لنا أن هناك دراسات قاعدة تنبني على مثل هذه التغيرات اللي قاعد يشهدها العالم من ناحية التغير المناخي. الشيء اللي الحين ممكن نحن نركز عليه هو ردود فعل الناس، يعني الناس الحين لما تسمع مثل هذه الأخبار، وسائل التواصل الاجتماعي يعني
تداول مثل هذه المعلومات اللي ممكن تكون مغلطة، ممكن غير صحيحة، ممكن تكون غير كاملة، شلون ممكن احنا ننصح الناس مرتبة. يتأكدون من هذه المعلومات؟ اكيد يعني شوف احنا عندنا مصادر رئيسية، عندنا إدارة الأرصاد الجوية، عندنا كذلك يعني جهة وزارة الإعلام، الوسائل اللي هي المفروض يكون فيها الثقة الزايدة مثلا اكثر يعني تخصصا في مثل هذا المجال. فقط احنا قاعد نقول يعني اذا جت موجات برد مثل ما سمعت ذيك الأيام، شنو كان راح يصير مثلا اذا عطلت اللي هي المدارس وغيرها؟ زين، عندما احنا بدينا مره ثانيه نهون من حول هذه، اوكي لبسوا عدل وكذا واستعدوا مثل هذه الموجات. احنا دائما نخاف كذلك من موجات شنو الامطار الغزيره مثلا. هذه اللي احنا دائما ودنا احنا كذلك اخواننا يتابعون دائما الجهات المسؤوله على اساس انه يتبينون من دقة هذه المعلومات. الآن في معادلات حسابية وغيرها، احنا على فكرة كنا ندري عن موجة البرد هذه من قبل فترتها بعشرة أيام أو أكثر لما بس، لكن احنا دائما نكون حذرين، تلاحظين طبعا أكيد نكون حذرين إلى أن نتأكد أن والله الموجة قوية قبلها فترة أيام حسب اللي هي دراسات وكذلك قوانين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومعايير التحذير اللي لازم نعطيها حق المواطنين والمقيمين قبل التأكد منها. ما نقدر نسوي هالشيء ونقطع أعمال الناس إذا كانت مثلا مو أكيدة، فإحنا دائما نتأكد قبل لا نصدر أي تحذيرات أو أي تبليغ. إدارة الأرصاد الجوية هي يعني اللي يجب أن يعني يكون منها هذا المصدر الرئيسي بالطبع. مثلا إحنا دائما نرجع إلى هذه الإدارة أساس ناخذ معلوماتنا وكذلك الخرائط اللي موجودة. ونود الإخوان يعني يفهمون هذا الشيء، يعني يفهمون قضية المعلومات يجب أن تصرح فيها قبل فترة معينة، ولكن كذلك نستعد لها خلينا نقول ثلاثة أيام أربعة أيام ننبه فيها، ومن ثم يبدأ التحذير التدريجي إلى أن تكون فترة يعني توعية للناس كيفية أخذ احتياطاتهم، خصوصا نحن في هذه الفترة الواحد ما يصير يقول ما كنت تدري. يعني هو من يشوف المسج قبل لا يرسله ممكن يتأكد فيه، يعني عدة طرق أن الواحد يتأكد من المعلومة قبل أن يعني. الويكند أستاذ عيسى شلون راح يكون الويكند؟ راح يكون بالنسبة حق برد راح يكون برد بس أدفئ من الأيام اللي فاتت، باكر دون 20 درجة، خلينا نقول أنها توصل يعني 18 درجة مئوية بالبار حتى بالديرة، باكر أعلى من الصفر المئوي، خلينا نقول درجتين ثلاث درجات باكر توصل في البار، بالديرة توصل إلى 7-8 درجات مئوية الصبح بعد ما كانت عندنا من هذا الشيء بكثير. يوم السبت وراح تبدي السحب عاد في غيم، وهذا راح كذلك يعني معناه أن في منخفض خاصة مع تحول الرياح للجنوب الشرقي، ولكن أجواء من أروع ما يمكن صراحة. جو حلو، الواحد يبي يطلع البحر، يعني اليوم خفيف من اليوم وباكر كذلك البحر خفيف إلى يوم السبت، هم البحر خفيف راح يكون. الحرارة يوم السبت فوق تقريبا قريب 20 درجة، لاحظ الفرق الكبير طبعاً. الصبح نفس الشيء فوق 4 درجات مئوية في البر، فأحسن بكثير وأدفئ بكثير. عاد تسيد السحب من يوم الأحد المقبل، زين فالعطلة ما في أي شيء يعني ما في أي خوف، والدفء راح يكون بس بداية الأسبوع القادم راح نفس الشيء أساس على الخميس. احنا متوقعين أن السحب عاد تبدأ بشكل أكبر فيكون الطقس غائم جزئي. الأثنين بداية الهواء الجنوب الشرقي واعتدال الرياح وارتفاع الأمواج، الثلاثاء نشاط في الرياح وبعدين فرصة المطر، عاد في عندنا فرصة أمطار إن شاء الله الأثنين بالليل يوم الثلاثاء أو جزء من يوم الأربعاء، في هالثلاث أيام هذه احتمالات المطر والغبار الهواء بسبب نشاط الغبار اللي راح يكون بشكل كبير وارتفاع أمواج كبيرة راح تكون في منتصف الأسبوع المقبل إلى يوم الخميس، يعني يقلب الهواء مرة ثانية شمال وتنخفض الحرارة بس مو يعني نفس الأسبوع الجاي راح يكون متغير كثير متغير يعني مستقر يعني غير مستقر مثل من يوم ثمانية الاثنين والثلاثاء وكذلك الأربعاء. هذه الفترة نشاط الرياح راح تكون يعني أكثرها يوم الثلاثاء اللي فيه فرصة أمطار أكبر، نسبة أكثر من 90% فرصة الأمطار. الاثنين جزئي يعني بالليل أو حتى يوم الأربعاء الفير، هذه الفترة اللي هي بس ننبه فيها الأخوان والحداقة كذلك، لكن اللي بيستمتعون الحداقة ويطلعون ترى العطلة وحتى بالبر مع البر كذا طلعاتهم بس مثل ما قلنا هذه فترة شنو الصبح برد
صراحة دائما حتى اليوم حتى الليلة ما ننصح في الأطفال كبار السن اللي مريض كذا يطلع في مثل هالأجواء حتى الليلة، ترى برد شوية دون الخمس درجات بالبر. يعني احنا لما نتكلم عن أجواء البر يمكن أنا ما أقدر أربطها في مثلا زيارة قرية صباح الأحمد التاريخية الموروث الشعبي، شلون راح تكون الأجواء هالويكند؟ يطلعون بعد الضحى، بعد الضحى بس الشمس شوي قبل الشمس شوي ما هذا تكون أدفأ إلى فترة اللي هو فترة المغرب. انزين هذه فترة مناسبة خاصة إنه ما في هواء، ما في أي خوف مثلا من رياح قوية والنشاط، فقط الواحد يلبس عياله عدل ويطلع. السبت أفضل بعد كذلك، يعني حتى من الساعة خلينا نقول 9-10 شيء الأجواء تكون أدفأ إن شاء الله. وفي غيم، هذا ما يجمل الجو. السماء اليوم الشيء الحلو بسبب انخفاض الحرارة الملحوظ في طبقات الجو، السماء زرقاء. يعني قليل من نادرا ما أشوف يعني. ما أشوف نادرا، فخلي يستمتعون الأخوان يطلعون برا يشوفون السماء اليوم بسبب انخفاض الحرارة الملحوظ، السماء تصير زرقاء وبعدين ما في شوائب، يعني دامنا في ذرات غبار. يعني هذه من الأيام ترى المميزة، هي الموجة المميزة وهي قياسية راح تكون يعني تذكر لسنين أعتقد إلى أن تكون موجة أخرى مثلها. الشيء الثاني السماء الزرقاء، يعني اللي بيصور اليوم يطلع أساس يتذكر صفاء السماء ونقاوة الجو، ما عدا على الأفق اللي هو التلوث مع السيارات وعوادم اللي هي محطات توليد الطاقة وقت الصبح، لكن بعد شوية تلقى حتى هذه الخط هذا راح يختفي. فالسماء زرقاء، حلو أن الواحد يستمتع اليوم يعني اليوم مباشر وبعدها إن شاء الله. يعني ويكند نتكلم جميل والأجواء هذه راح تكون لطيفة، وهذه موجة البرد اللي هي الأقصى لن تعاد، يعني ما راح تتكرر في الأسابيع القليلة. لا هذه خلاص احنا بدينا يعني فترة فبراير وفترة ربيع. لما نقول دفء احنا قاعد نقول انه هو ادفى من هذه الموجة. للحين برد، للحين الناس لازم تلبس. نعم. اساس لا ياخذون الناس تسمع جزء وتنسى الجزء الثاني. لا راح يظل برد. نعم. ان شاء الله مثل ما قلنا الكل يستمتع فيها العطلة، عطلة نهاية اسبوع سعيدة. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك. كان معنا الأستاذ عيسى رمضان خبير الأرصاد الجوية، دائما شكرا على هذه النصائح والتعليمات.